Hello, my dear students. It's time for the final revision for the second term exams, and let's focus on the most important questions in our story this year, Black Beauty. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله معنا المراجعة النهائية للترم الثاني، وهنراجع مع بعض قصة بلاك بيوتي. طبعا قبل ما أبدأ في المراجعة لازم نركز كويس جدا على أسئلة الورك بوك. 90% من أسئلة الامتحان إن شاء الله هتكون من كتاب الورك بوك، وعشان كده أنا جمعت لكم معظم الأسئلة اللي موجودة سواء في البراكتس تيستس or the questions on each chapter. Answer the following questions. What happened to Black Beauty and Ginger after Ginger began to kick? طبعا احنا فاكرين الاكسيدنت دي كويس قوي. The reins were very uncomfortable. وبدأت Ginger تعمل ايه؟ She began to kick so hard that they fell to the ground and they were badly hurt. يبقى معنى كده ايه اللي حصل؟ السؤال بيقول لي ايه اللي حصل لبلاك بيوتي وجينجر بعد ما هي بدأت تركل؟ قلنا they were badly hurt. يبقى they fell to the ground and they were badly hurt. يعني هم وقعوا على الأرض واتصابوا إصابة سيئة. Question number two بيقولي why did the Earl decide to sell the horses؟ بعد الأكسيدنت دي احنا عرفنا ان هو Earl Smythe قرر ان هو يبيع بلاك بيوتي وجينجر. why بقى؟ السؤال هنا بيقولي ليه؟ because they couldn't pull the carriage after the fall. لان هم ما كانوش بيقدروا يجروا الكاريج بعد الوقعة. Question number three بيقولي do you think that Black Beauty was angry with Ginger after the accident? Why or why not? طبعا السؤالين اللي هيقولنا في الامتحان هيكونوا critical thinking، يعني هيكونوا تفكير نقدي. لازم أكون عارفة أنا بقول yes ليه وبقول no ليه، يبقى لازم أعبر عن رأيي ولازم أقول مبرر منطقي للاختيار اللي أنا اخترته. هنا بيقولي هل تعتقدي إن بلاك بيوتي كان غضبان من جينجر بعد الحادثة دي؟ طبعا إحنا الرد بتاعنا هنقول no as he realized that she did that because the reins were very uncomfortable. يعني هو كان مدرك إن she didn't mean that، هي ما كانتش تقصد إن هي تأذيه، ولكن the reins were very uncomfortable، يعني الرينز كانت غير مريحة تماما. Question number four بيقولي why did Mr. Parry's doctor advise him to ride a horse؟ طب هو مين Mr. Parry؟ تعالوا كده نفتكر مع بعض. احنا قلنا ان Mr. Parry was a businessman. Mr. Parry كان رجل اعمال and his doctor advised him to ride a horse. ليه بقى؟ نصحه ان هو يركب horse to keep healthy as he did little exercise، لان هو طبيعة شغله بيعمل exercise قليلة، ما بيتحركش كتير، فمحتاج ان هو يمارس نوع من الرياضة، فنصحه ان هو يركب خيل. يبقى الاجابة to keep healthy Mr. Parry was a businessman and he did little exercise. تمام. Question number five بيقولي do you think Felcher deserved to be arrested؟ خلوا بالكم من الكلمات اللي موجودة في كتاب الورك بوك وناخد بالنا، عشان لو ما فهمناش السؤال مش هنعرف نجاوب. عندي كلمة deserve يعني يستحق، لازم نراجعها كويس قبل الامتحان. deserve يعني يستحق، وكلمة arrest يعني يقبض على. فالسؤال بيقولي تعتقد ان Felcher يستحق ان هو يتقبض عليه من البوليس؟ طبعا why or why not، اكيد طبعا احنا شايفين من احداث القصة ان هو يستحق ان هو يتقبض عليه. يبقى هنقول yes because he stole Black Beauty's food to give it to his rabbits، لانه كان بيسرق اكل Black Beauty وبيديه للرابتس بتاعته. هو كمان he wasn't a good man and he only thought about himself and his family، كان بيفكر في نفسه بيفكر في عيلته. طبعا ممكن نكتفي بالإجابة بتاعت السطر الأول ونبقى كده جاوبنا على السؤال. عندي سؤالين تاني بيقولي why did Mr. Parry sell Black Beauty؟ مين هو Mr. Parry؟ Mr. Parry دوت اللي هو البيزنسمان. السؤال بيقولي ليه Mr. Parry باع Black Beauty؟ طبعا أكيد after Felcher stole Black Beauty's food it was a bad experience، كانت تجربة سيئة جدا لواحد زي مستر باري اللي هو البيزنسمان، فكان لازم يبيع Black Beauty. تعالوا نشوف الإجابة اللي هنكتبها في الامتحان. He felt bad after Felcher stole Black Beauty's food. It was a bad experience so he decided to sell Black Beauty. يبقى هو ليه باع Black Beauty؟ لأنها كانت تجربة سيئة، هو ملوش في إن هو يتعامل مع الخيول فاضطر إن هو يبيعه. Question number three بيقولي why is it important to look after working animals carefully؟ والسؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحانات. السؤال تاني بيقولي why is it important to look after working animals carefully؟
ليه من المهم ان احنا نعتني بالworking animals اللي هم الحيوانات العاملة carefully؟ يعني ايه carefully؟ يعني بعناية وبحرص. وطبعا ده المورال اصلا بتاع الايه القصة كلها، الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه ان احنا we should look after horses, they aren't machines. هم مش machines, they help us and they have feelings like us. هم ليهم مشاعر زينا. فالسؤال ده بيقول لي ليه من المهم ان احنا نعتني بالحيوانات العاملة؟ بيقول لي because they work much better when they are given good food and looked after well. يعني هم بيشتغلوا كويس لما بيعطوا طعام كويس وبيهتم بيهم. طبعا انا لو مش عارفة اعمل تركيبة الباسيف دي في الامتحان، انا مش ضروري اكون حافظ اجابات، ولكن اعبر بطريقتي بس جرامر صح، سبيلنج صح. فممكن اقول because when we look after working animals they work very hard and do what I want. دي اجابة تانية. فاحنا عندنا يعني لازم يكون عندنا flexibility في الاجابة، مش لازم نكون حافظين اجابة واحدة. عندي هنا بقى مجموعة اسئلة بيقولي how do we know that Jerry cares about horses؟ طب هو مين جيري؟ جيري دوت كان بلاك بيوتيز اونر، واحد من الاونرز بتاعت بلاك بيوتي، ودوت اللي هو اشتراه من الماركت اول مره. طيب ان السؤال بيقول لي بقى ازاي عرفتي ان جيري كيرز اباوت هورسز؟ الاجابه هي ريفيوزد تو تيك ذا تو مان فيري كويكلي تو ذا ترين ستيشن. فاكرين الموقف بتاع التو مان اللي كانوا عايزين يروحوا للترين ستيشن فيري كويكلي اند زي اوفرد اكسترا باوند، وعرضوا عليه جنيه زياده عن الاجره ولكن هو رفض. يبقى ده دليل ان هو هي كيرد اباوت هورسز. عمل ايه بقى؟ هي ريفيوزد تو تيك ذا تو مان very quickly to the train station. He cares about horses and gives them good food and enough rest. طبعا هو كان كمان من مظاهر عنايته بالخيول ان هو كان بيديهم اكل كويس وبيديهم راحة، ما كانش بيشتغل 7 days a week، وده كان دليل على ان هو he cares about horses. Question number 2 بيقول What did Harry and Dolly do to help look after Black Beauty؟ طبعا احنا عارفين ان مين هاري ومين دولي، دول ولاد جاري. السؤال بيقول لي كانوا بيعملوا ايه علشان يهتموا ببلاك بيوتي؟ طبعا احنا قلنا العيلة كلها كانت بتهتم ببلاك بيوتي. هاري always helped to look after him. دولي and بولي، سواء كانت دولي او بولي، الام والابنة كانوا بيعملوا ايه؟ came to see him often. كانوا دايما بيروحوا ويشوفوه ويشوفوا احتياجاته. question number 3 What did Black Beauty find difficult about living in London? السؤال معناه ايه اللي Black Beauty لقاه صعب في معيشته في لندن؟ طبعا احنا قلنا في البداية there was a lot of noise. المدينة دي طبعا كانت فيها ايه ضوضاء كتيرة جدا، هو مش متعود على كده. And it was very busy. كانت زحمة جدا. وقلنا في بداية ما شرحنا الستوري او الشابتر اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن الجزئية دي، عرفنا ان هو he couldn't find his way among the carriages and the people. يعني كان بيبقى عنده صعوبة جدا ان هو يقدر يلاقي طريقه بين الناس دي كلها، لغاية ما بدأ يعمل ايه؟ لغاية ما بدأ trust Jerry، لغاية ما بدأ يثق في جيري. يبقى اجابة السؤال بتاعنا there was a lot of noise and it was very busy. Black Beauty couldn't find his way among the people and carriages. ممكن نقول among او ممكن نقول between، بس طبعا هي كلمة among انسب لانها بتيجي ما بين اكتر من اتنين، يعني ما بين مجموعة كبيرة. Question number 4 بيقولي how easy do you think it was for people to travel around London at this time؟ السؤال ده برضو مهم. how easy يعني الى اي مدى كان في سهولة للناس ان هي تتجول في لندن؟ طيب I think it was quite difficult، يعني انا اعتقد ان الموضوع كان صعب تماما. as there were no cars, trains or buses، في الوقت دوت المينز اوف ترانسبورت ما كانتش موجوده بالشكل بتاعنا دلوقتي، فما كانش في cars, trains or buses. only rich people could take a taxi carriage، وكان بس الاغنياء هم اللي يقدروا ياخدوا تاكسي كاريج، فبالتالي كان في صعوبه جدا في التجول او التنقل في لندن. Number 5 بيقولي why didn't Jerry go fast for the passengers who wanted to catch the train؟ بيرجع يفكرني بموقف التو مان اللي هم كانوا عايزين يروحوا للترين ستيشن very quickly. هو ليه ما خدهمش بسرعة وقال لهم لو نفتكر كده مع بعض I will take you only at the usual speed، يعني هاخدكم بالسرعة المعتادة. ليه هو عمل كده؟ because he cared about his horse's health، لان هو دايما بيهتم بايه؟ بصحة الخيول بتاعته. he didn't want black beauty to get tired، ما كانش عايز black beauty يتعب.
طيب فاكرين كده؟ تعالوا نفتكر قال ايه في الموقف دوت. قال I don't think 1 pound can help me when my horse gets tired to take other passengers for the rest of the day. كان شايف ان الجنيه دوت مش هيبقى له اي فايدة لما الحصان بتاعه يتعب وما يقدرش ياخد الباسنجرز الباقيين لباقي اليوم. كده يبقى احنا جاوبنا على الاسئلة دي، مهمة جدا. كمان من الأسئلة اللي هتقابلنا إن شاء الله في الامتحان، عندنا سؤال match column A with column B، وهيكون دايما column A موجود فيه characters يعني كلام عن الشخصيات بتاعة القصة. هنا بيقولي هاري كابتن مستر جرانت جينجر. رأيي إن احنا هنقرأ الإجابات ونشوف إيه اللي يناسبها من الشخصيات. فمثلا بيقولي did not feel strong enough to work well. يعني إيه did not feel strong enough to work well؟ ما كانش بيشعر بقوة بدرجة كفاية إنه يعمل جيدا. ممكن الكلام ده ينطبق على مين؟ أكيد ينطبق على جينجر. طيب الإجابة التانية بيقولي was the owner of a taxi business. مين هو الأونر of the taxi business؟ كان مستر جرانت. بعد كده بيقول لي went out with the taxi carriage in the morning. اتفقنا ان جيري had two horses، كان عنده حصانين كابتن اند بلاك بيوتي، and he divided work between them. كان عنده حصانين وبيقسم العمل بينهم، اللي كان بيخرج الاول او كان بيخرج في الصباح، اللي كان بيخرج في الصباح كان كابتن، واللي كان بيخرج بعد الظهر كان بلاك بيوتي. يبقى الاجابه كابتن. was جيري's son. مين ابن جيري؟ اكيد هاري. طبعا احنا في الامتحان ان شاء الله مش هيكون عندنا 4 characters and 4 answers، لا احنا هيكون عندنا 4 characters and 5 answers. يعني هيكون عندنا 4 شخصيات مقابلهم 5 جمل، علشان يبقى فيه جملة اكيد هيبقى فيها حيرة لينا في الامتحان، فلازم نركز كويس قوي. عندي هنا quotation بيقول he's too handsome to pull a taxi. طبعا مين اللي قال الكلام ده؟ هو said this، لو تفتكروا كده one of the taxi drivers، واحد من التاكسي درايفرز اللي كانوا موجودين لما شاف بلاك بيوتي اول مره مع جيري. فبنقول السؤال بيقولي why do you think that one of the taxi drivers says this to Jerry when he sees black beauty for the first time. تفتكروا هو ليه قال الجمله دي؟ تعالوا نترجمها كده، بيقولي he's too handsome to pull a taxi. يعني too يعني جدا لدرجه ان لا، دي قاعده واخدينها وعارفينها. فبنقول he's too handsome to pull a taxi، يعني هو جميل جدا لدرجة ان هو ما ينفعش ايه يجر تاكسي. هو ليه قال الكلام ده؟ بنقول الاجابة بتاعتنا he can see that he is a strong healthy horse. يبقى هو كان شايف ان بلاك بيوتي strong healthy horse، شايف حصان قوي، حصان ذو صحة جيدة. he is too good to do hard difficult work. فزي ما بنقول كده الحصان ده مش مناسب لي، it doesn't suit him to do this hard work. ما يناسبهوش الشغل الايه الصعب ده، او الشغل اللي هو فيه بهدله زي ما بنقول كده. question number 2 بيقول لي why did black beauty feel sorry for some of the taxi drivers and their horses. تعالوا نفتكر بلاك بيوتي في جمله من الجمل اللي هو بيحكي قال I feel sorry for the drivers and the horses. ليه بقى؟ تعالوا نشوف الاجابه. بيقول لي because life was difficult for taxi drivers. الحياه كانت صعبة جدا للتاكسي درايفرز. تعالوا نفتكر كانت ايه الصعوبة. they hired their horses. they didn't have enough money to live. ما كانش عندهم فلوس كفاية تعيشهم. معظمهم كان بيستأجر الخيول. فكانوا they had to work 7 days a week without a rest. معظمهم كان بيحتاج ان هو يشتغل 7 أيام في الأسبوع. and some of them had to work long hours to get enough money for themselves and their families. الإجابة because life was difficult for taxi drivers, they had to work very long hours with their horses to get enough money. Some of them had to work 7 days a week and they didn't rest their horses. يبقى لا الحصان كان بيستريح ولا التاكسي درايفر كان بيستريح. طبعا الإجابة لو طويلة علينا في الامتحان ممكن نلخصها بشكل بسيط جدا ونكتب اللي نقدر نفتكره. عندي هنا بقى match column A with column B. طبعا هيجي لنا في الامتحان 4 شخصيات مع 5 إجابات. أما هنا أنا تعمدت أن أنا أجاوب لكم كل أسئلة الورك بوك علشان نبقى ملمين بكل حاجة. هنا بيقول لي Mrs. Fowler ومختار لها could find work for Jerry. طب بالنسبة لجيري and Black Beauty نختار لها إيه من الإجابات اللي عندنا؟ هنختار لها worked hard at New Year because there was no holiday for taxi drivers. يعني كانوا بيشتغلوا بجد في الايه بداية العام لان ما بيبقاش في اجازات في الاعياد.
عندي a rich man ونختار لها ايه a rich man هنختار G اللي هي made Jerry and Black Beauty wait for more than an hour طبعا فاكرين اللي هو he wasn't ready ما كانش جاهز واستنوه في الجو البارد number 4 بيقول لي Jerry ممكن نختار له ايه من الاختيارات عندنا ممكن نختار له A اللي هي became ill because he got so cold and tired ودوت برضو بعد ما rich man اتأخر عليه Black Beauty أنسب إجابة لBlack Beauty هنختار له C اللي هي fell down because he didn't have enough energy to pull the carriage up the hill والكلام ده حصل لما Mr. Skinner didn't give him breakfast الكلام ده حصل لما Mr. Skinner ما فطرهوش في اليوم دوت وطبعا Black Beauty لما نقل العائلة اللي كانت جاية من الإيه من محطة القطر ما كانش عنده طاقة وقع على الأرض 6 بيقول لي Skinner أنسب إجابة لسكينر اللي هي B decided to sell Black Beauty at the market قرر إن هو يبيع Black Beauty في الماركت Mr. Thorogood and his grandson ودول اللي هم اشتروا Black Beauty من الماركت في المرة التانية اللي هو الجد والحفيد مالهم عملوا إيه؟ الاختيار بتاعي هيبقى D were very pleased with Black Beauty يعني كانوا مبسوطين جدا من Black Beauty عندي quotation تاني يعني اقتباس من القصة بيقول لي Avet came to look at me and told Skinner that I needed good food and rest. But Skinner said that I was no good if I couldn't work. قال إن مفيش مني فايدة طالما مش هقدر أشتغل. السؤال بيقول لي Why do you think that Skinner makes Black Beauty work so hard? ليه تفتكروا إن Skinner كان بيشغل Black Beauty so hard؟ ممكن نقول He wanted to get enough money to live. يعني كان بيحاول يحصل على فلوس كفاية تكفيه and he cared about himself and he didn't think that the horse's health was important ممكن يكون مش شايف ان صحة الحصان بتاعته مهمة ممكن ألخص ده كله وأقول he cared about himself and he wanted to get money for himself and for his family السؤال اللي بعد كده بيقول لي at the station do you think that Skinner knew that Black Beauty was too weak to carry the family and their bags قلنا كلمة their bags اللي هي كانت في القصة بتاعتنا luggage علشان لما تقابلنا كلمة في الامتحان ما نقولش احنا مش عارفينها luggage ممكن نستبدلها بكلمة their bags بيقول لي why or why not هل تعتقدوا ان سكينر كان عارف ان Black Beauty كان ضعيف جدا وما يقدرش ياخدهم طبعا yes I think so because he didn't give Black Beauty breakfast and he cared only how to get money ايوة انا كنت عارف أيوة أنا أعتقد إن سكينر كان عارف لأن هو مفطرش بلاك بيوتي وكمان هو من شخصيته كده he cared only about money يعني بيعتني فقط بالإيه بالحصول على المال مش بإيه صحة الخيل عندي مجموعة من الأسئلة تاني بيقول لي Why do you think that the rich man didn't apologize to Jerry when he had to wait for him in the cold ترجمة السؤال بيقول لي ليه بتعتقدي إن الراجل الغني اللي هو الراجل اللي انتظره بلاك بيوتي وجيري في الجو البارد ليه هو ما اعتذرش لجيري لما انتظره في هذا الجو because he thought it was part of Jerry's work to wait for passengers ربما اعتقد ان ده جزء من شغل التاكسي درايفر ان هو ينتظر الباسنجرز فما اعتذرش number 2 بيقول لي do you think that the man should pay Jerry for the time he waited outside the house why or why not هل تعتقدي ان الراجل ده او الريتش مان ده كان المفروض يدفع تمن الوقت اللي جيري استناه فيه برا البيت why or why not طبعا هو كان المفروض يدفع فأقول yes or yes I think so أيوة أنا أعتقد ذلك ليه بقى if he didn't wait he could take other passengers and get money يعني لو جيري ما استناش كان يقدر ان هو ياخد بعض من الباسنجرز ياخد بعض من الركاب ويحصل على ايه نقود مقابل ذلك فطبعا الإجابة اللي احنا قلناها Number 3 بيقول لي Why wasn't Black Beauty put into the carriage for 2 days? ليه Black Beauty ما تحطش في الكاريج لمدة يومين؟ الكلام ده حصل إمتى؟ Because Jerry was very ill لأن جيري كان تعبان ممكن نقولها بشكل تاني فنقول Because Jerry was too ill to take Black Beauty for work لأن جيري كان تعبان جدا ولاحظوا معايا عندنا قاعدة to صفة to مصدر تكررت كتير جدا في الأسئلة يبقى لأن جيري كان تعبان جدا لدرجة أنه ما يقدرش ياخد بلاك بيوتي للعمل
question number 4 بيقول لي why did a vet look at black beauty؟ ليه الطبيب البيطري جه عشان يلقي نظر على black beauty او يشوفه؟ لان black beauty لو نفتكر because beauty or black beauty fell to the ground and he couldn't breathe، لان هو وقع على الارض وكان مش قادر يتنفس. طيب عندي سؤال تاني بيقول لي did you enjoy black beauty؟ ممكن يجي لنا سؤال زي دوت في الامتحان طبعا، لانه يعتبر critical thinking، يعني عبري فيه عن رأيك، هل انت استمتعتي بقصة black beauty؟ فهقول له yes I enjoyed it a lot or yes I do. طيب بيكمل بيقول لي what was your favorite part of the story؟ ماذا كان اكتر جزء انت اعجبتي بيه في القصة؟ طبعا كل واحد يقدر يقول اللي هو عايزه، فانا ممكن اقول my favorite part was when beauty lived with Jerry's family، اكتر جزء في القصة استمتعت بيه لما بلاك بيوتي عاش مع عائلة جيري. بيكمل بيقول لي did you learn anything from the story؟ هل اتعلمتي حاجة من القصة؟ السؤال ده ممكن يجي لي بالشكل ده، او ممكن يقول لي What is the moral of Black Beauty؟ إيه هو المغزى من قصة Black Beauty؟ طبعاً هقول I learned that we should look after horses as they aren't machines. ممكن ده يكون اللي أنا تعلمته، ممكن ده يكون المورال اللي إحنا بنتكلم عنه طول القصة. دلوقتي بقى معادنا مع أسئلة الـ Practice Tests، ودول مهمين جداً جداً جداً، فنركز مع بعض. Match column A with column B بيقول لي liked the latest fashion. مين اللي كانت بتحب latest fashion؟ أكيد Lady Smythe. Was the horse which Lady Anne liked to ride؟ مين هي Lady Anne؟ لو نفتكر she was Earl Smythe's daughter، كانت بنت Earl Smythe. طيب يبقى هي كانت بتحب أنهي حصان تركبه؟ كانت بتستمتع بركوب Black Beauty. كانت بتستمتع بركوب Black Beauty مع مين؟ With her brother or with her cousins، مع أخوها أو مع أولاد عمها. Said if they don't tighten the reins more I will do what they ask me. مين اللي قالت لو هم ما ضيقوش الرينز اكتر من كده انا هعمل اللي هم عايزينه؟ اكيد الكلام ده كلام جينجر. دي was much smaller than Earl Smythe's house at Earlshall Park، كان اصغر بكتير من البيت اللي كان موجود في Earlshall Park، ودي طبعا مش مناسبة لأي شخصية. عندي بعد كده was Earl Smythe's helper اللي هو كان المساعد بتاع Earl Smythe، اكيد York. Answer the following questions. بيقول لي in what ways was Earlshall Park better than Pertwick Park؟ إلى أي مدى Earlshall Park كان أفضل من Pertwick Park؟ طبعا it was bigger and more modern، يعني هو كان أكبر وكان حديث أكتر منه. Number 2 بيقول لي why did Lady Smythe use special reins to keep the horses heads held high؟ ليه بتعتقدي ان Lady Smythe استخدمت السبيشال رينز علشان ترفع راس الخيول؟ طبعا because it was the latest fashion for horses، لانها كانت احدث صيحة للخيول، واحنا عارفين ان Lady Smythe was very interested in fashion، كانت مهتمة جدا بالفاشن. يعني ايه؟ يعني كانت مهتمة جدا بالموضة. Number 3 بيقولي why was it very difficult for the horses to pull the carriage up a hill؟ ليه كان بيبقى فيه صعوبة للخيول انها تقدر تجر الكاريج up the hill؟ اتفقنا لان الرينز كانت بتعمل ايه؟ the reins kept their heads high، لان الرينز او السبيشال رينز كانت بترفع راسهم لاعلى، وبالتالي ما بيقدروش ان هم ينظروا لاسفل، and they couldn't put their heads down، فطبيعي ان ما ينفعش اطلع هيل وانا رفع راسي كده من غير ما ابص قدامي، فالموضوع كان بيبقى صعب جدا. يبقى because the reins kept their heads high and they couldn't put their heads down. Number 4 بيقول لي do you think that Ginger was right to start to kick, why or why not؟ عندنا هنا نقدر نقول yes ونقدر نقول no. هنقول yes I think so، اعتقد ان هي كان عندها حق انها تبدا تاني ترفس. ليه؟ because the reins were very uncomfortable. Number 5 بيقول لي how do we know that York cared about Ginger and Black Beauty؟ اللي عرفنا ان York الهيلبر كان مهتم بجينجر وبلاك بيوتي. He was angry about the reins، كان غضبان جدا بشأن الرينز. Did he do anything to solve this problem؟ قدر يعمل حاجة او عمل حاجة لحل المشكلة دي؟ No he didn't because he couldn't do anything، ما فيش في ايدي حاجة يعملها. اول حاجة تقول لنا ان هو كان مهتم بالخيول، ان he was angry about the reins، وكمان he looked after Black Beauty and Ginger after the fall، بعد الوقع اهتم بيهم، فنقدر نقولها بالشكل ده او نقول he washed the horse's wounds after the fall، هو غسل الجروح بتاعتهم بعد
الوقعة and he looked after them well. طبعا دي الإجابات بتاعة الـ practice test الأول، نركز فيه كويس قوي ونحاول نراجعه مرة تانية. طيب تعالوا نشوف الامتحان اللي بعده، بيقول لي Black Beauty, Mr. Perry, Mr. Perry's friend and Filcher. طيب احنا هنشوف الإجابات ونشوف الإجابة المناسبة لكل شخصية. أول حاجة بيقول لي was accused of stealing the horse's food. عندي كلمة accused of مهمة جدا، يعني يتهم به، تم اتهامه بسرقة الـ horse's food. أكيد الكلام ده Filcher. طيب الإجابة اللي بعد كده بيقول لي suggested buying good food for Black Beauty for a few weeks. مين اللي اقترح انه نشتري بعض الطعام الجيد لبلاك بيوتي لمدة أسابيع قليلة؟ الكلام ده كان صديق مستر باري، فنقول مستر باريز فريند اللي هو كان الفارمر اللي هم راحوا وزاروه. said if they cannot pull a carriage we must sell them. مين اللي قال لو كانوا مش هيقدروا يجروا الكارج يبقى لازم أبيعهم؟ الكلام ده قاله ايرل سمايث، وايرل سمايث مش موجود عندي في الاختيارات، فالإجابة دي ملهاش شخصية من الشخصيات اللي عندنا. was a rich man who bought Black Beauty. كان راجل غني واشترى Black Beauty، أكيد هو مستر باري لأن هو كان businessman. was taken to a market for horses. مين اللي اتاخد للماركت؟ أكيد Black Beauty. answer the following questions. بيقول لي what was the problem with the reins that Lady Smythe wanted the horses to wear. كانت ايه مشكلة الرينز اللي Lady Smythe كانت عايزة تلبسها للخيل؟ they were uncomfortable. واقدر اكتب كده لو ما قدرتش اكمل، لكن لو عايزة اكمل هقول they were very uncomfortable. they held the horses heads high and they couldn't pull the carriage up a hill. ما كانوش بيقدروا ان هم يجروا الكارج لان راسهم دايما بتبقى مرفوعة. نقول الاجابة مرة تانية، يبقى they were very uncomfortable and they couldn't pull the carriage up the hill while wearing the reins. بينما هم لابسين الرينز. نمبر 2 بيقول لي how did Ginger and Black Beauty become hurt. يعني ازاي Ginger و Black Beauty اتصابوا؟ احنا قلنا Ginger began to kick so hard that they fell to the ground. يبقى هنقدر نقول ان جينجر قعدت ترفس لغايه ما وقعوا على الارض and they were badly hurt. ممكن نكتب الاجابه بتاعتنا بشكل سهل فنقول جينجر kicked so hard that they fell to the ground and they were hurt. واتأذوا او اتصابوا. Number 3 بيقول لي do you think that Black Beauty was angry with Ginger because he was hurt? Why or why not? السؤال ده احنا جاوبناه قبل كده، قلنا no because he realized that she didn't mean that. هو أدرك ان هي اللي كانت ما تقصدش. But the reins were very uncomfortable. لكن الرينز كانت مش مريحة بالمرة. Number 4 بيقول لي what did Filcher do with Black Beauty's food? عمل ايه Filcher في طعام Black Beauty؟ He stole it and gave it to his rabbits. Number 5 why do you think that Earl Smythe said that he might not get much money for Ginger? لما جه بيع Black Beauty وGinger كان رأيه انه هيقدر ياخد او هيحصل على فلوس كويسة من Black Beauty، لكن من Ginger مش هيقدر يحصل على فلوس كتيرة. ليه تعتقدوا كده؟ because Ginger was badly hurt. هي اتصابت اصابة سيئة. and السبب بقى الاساسي ان هي Ginger didn't always do what the owners wanted. Ginger didn't always do what the owners wanted. بكتش دايما بتعمل اللي عايزه الايه الاونر. طبعا الاجابات بتاعتنا اهي، وطبعا الاجابات دي بتاعت التيتشرز جايد يعني كتاب الوزارة بيجاوب الاجابات دي بالظبط. التست اللي بعد كده بيقول لي جيري باركر كابتن جيري's son هاري بلاك بيوتي always helped to look after Black Beauty and worked hard. مين دايما كان بيساعد في الاعتناء ببلاك بيوتي وكان بيشتغل بجد؟ اكيد جيري's son هاري. طيب بعد كده بيقول لي was the best owner and a kind taxi driver. مين اللي كان البيست اونر وبلاك بيوتي قال عليه the best owner؟ كان طيب جدا. طبعا الكلام ده ينطبق على جيري باركر. بعد كده بيقول لي was the horse that went out with the taxi carriage in the morning. مين اللي كان بيخرج مع جيري باركر في الصباح؟ الكلام ده بينطبق على كابتن اللي هو الحصان اللي اسمه كابتن. examined Black Beauty carefully. مين فحص Black Beauty carefully في الشخصيات اللي عندنا؟ طبعا الكلام ده ما ينطبقش على ولا شخصية من الشخصيات اللي عندي، فالإجابة دي مش موجودة معانا. was pleased with his new owner. مين اللي كان مبسوط من النيو اونر؟ أكيد Black Beauty.
Answer the following questions. What did Black Beauty find difficult about his first few days in London? ايه الحاجات الصعبة اللي شافها بلاك بيوتي في أول كام يوم ليه في لندن؟ قلنا إن لندن was very busy and he couldn't find his way among the people and the carriages. كانت الدنيا زحمة ومش بيعرف يلاقي طريقه ما بين الناس والإيه والكاريجز. Number two بيقولي why did Black Beauty think that Jerry was the best owner he had had؟ إجابة السؤال التاني طبعا لأن جيري looked after him very well. ممكن نقول ان جيري اعتنى بيه كويس جدا. عايزين نفسر اكتر. He gave him good food and he gave him enough rest. Number three بيقولي why did Black Beauty feel sorry for some of the taxi drivers and their horses. سبق ان احنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده. Number four بيقولي why do you think that each of Ginger's owners paid less money for her. ليه كل owner كان بيشتري جينجر كان بيدفع فلوس اقل؟ Because she became very weak and she couldn't work well. لانها اصبحت ضعيفة جدا وما كانتش بتقدر تشتغل كويس. After the fall. بعد الايه؟ بعد الوقعة. Number five. Do you think that people were always happy to have Jerry as a taxi driver? السؤال ده من الاسئلة المهمة. هل بتعتقدوا ان الناس كانت بتبقى مبسوطة بان جيري يكون التاكسي درايفر بتاعها؟ Why or why not؟ طبعا احنا نقدر نقول yes ونقول مبرر مناسب او نقول no ونقول مبرر مناسب. فانا هجاوبها لكم ان no because he didn't always do what the passengers needed or wanted. لانه مش دايما بيعمل اللي الركاب عايزينه. طبعا دي الاجابات بتاعتنا ودي اجابات التيتشرز جايد يعني مهمة جدا. التست اللي بعد كده بيقولي match column A with column B. believed that a pound wouldn't help if it made a horse tired. كان بيعتقد ان الجنيه مش هيأثر معاه لما الحصان بتاعه يتعب. اكيد الكلام ده جيري باركر. was given food before working for many kilometers. مين الحصان اللي طبعا تم اعطاء الطعام له قبل ما يتحرك many kilometers. اكيد الكلام ده ينطبق على بلاك بيوتي والكلام ده حصل قبل ما ما جيري ياخده لندن. was Jerry's wife. مين هي مرات جيري؟ هي بولي. wasn't able to run very fast after the fall. مين اللي ما كانتش قادرة تجري بعد الوقعة؟ اكيد هي جينجر. was Jerry's son. ابن جيري كان هاري وهاري مش موجود في الاجابات. answer the following questions. how did Jerry describe Black Beauty to his daughter. السؤال بيقول لي ازاي جيري وصف Black Beauty لبنته؟ تعالوا نفتكر كده. قال لها he is as gentle as you are. فاحنا لما نيجي نحكي الكلام هنقول he said that he was as gentle as she was. يعني هو لطيف زيها. number two بيقول لي why did Black Beauty stop finding it difficult to pull a taxi in London. ليه Black Beauty بدأ يتوقف عن فكرة ان هو يلاقي صعوبة في ان هو يتحرك في لندن؟ لان هو وثق في جيري. He trusted Jerry because he trusted Jerry. لأن هو وثق في جيري. And Jerry was a good driver. وجيري كان good driver. تعالوا نفتكر هو قدر يسوق ازاي. With a light pull of the reins he could drive him. يعني بشدة بسيطة من الرينز كان بيقدر يسوقه ما بين الناس وما بين الكاريجز. فنقدر نقول الإجابة باختصار فنقول because he trusted Jerry. Number three بيقولي why do you think that Jerry took captain to work on Black Beauty's first morning in London. ليه تعتقدوا ان جيري خد الحصان بتاعه اللي هو كابتن علشان يشتغل في اول يوم لبلاك بيوتي في لندن؟ ليه؟ because he didn't want Black Beauty to have a difficult first day. يعني ما كانش عايز بلاك بيوتي يقضي يوم صعب في اول يوم ليه في لندن. number four بيقولي why did Ginger stop kicking people who weren't good to her. ليه جينجر توقفت عن رفس الناس اللي كانوا او يعني رقل الناس اللي ما كانوش كويسين معاها؟ because she became so weak and they were stronger than her. لان هي بقت ضعيفة جدا وهم بقوا اقوى منها. number five how do you know that Jerry was a kind man. ادينا examples. ممكن يقول لي مثلا give examples يعني اديني امثلة على ان جيري كان كايند مان. عندنا الموقف اللي هو اللي اخد فيه السيدة المسكينة للمستشفى فنقدر نقول he took the poor woman to the hospital without paying him. يعني هو خدها من غير ما تدفع له فلوس او for free. يبقى he took the poor woman to the hospital for free.
في أمثلة كتير طبعا نقدر نقول كذا مثال. الإجابات دي مهمة جدا لأن دي إجابة كتاب التيتشرز جايد، يعني إجابة كتاب الوزارة. طيب عندنا الامتحان اللي بعده بيقول لي The doctor Skinner, Mr. Thorogood, Black Beauty had easier work in the end. مين اللي كان عنده العمل بتاعه بقى سهل في النهاية؟ أكيد Black Beauty، والكلام ده كان في بيت مين؟ Miss Blomfield and her sisters، بيت Miss Blomfield وإخواتها البنات. طيب بعد كده بيقول لي took Black Beauty to the large field to give him good food. مين اللي خد Black Beauty لللارج فيلد واداله أكل كويس؟ طبعا الكلام ده ينطبق على مستر ثاروجود اللي هو الجد اللي هو كان معاه حفيده في الماركت، خده لللارج فيلد واداله أكل كويس. بعد كده بيقول لي had no problems all his life، مفيش حد ما كانش عنده مشاكل طول حياته، فالإجابة دي ملهاش شخصية من الشخصيات. was also a taxi driver، مين اللي كمان كان تاكسي درايفر؟ اللي هو سكينر. told Jerry that he should stop driving a taxi، مين اللي قال لجيري يتوقف عن ان هو يسوق التاكسي؟ اكيد the doctor. answer the following questions، بيقول لي why weren't holidays always an easy time for taxi drivers؟ ليه الهوليديز ما كانتش وقت سهل ليهم؟ because they had to work very long hours taking people from place to place، لان هم كانوا بيشتغلوا ساعات طويلة جدا ياخدوا الناس من مكان لمكان. what happened to Jerry when he had to wait outside the house of a rich man؟ اللي حصل له لما انتظر الرجل الغني؟ he became very ill، ممكن نقول he became very ill. number 3 بيقول لي why did Polly write to Mrs. Fowler؟ ليه كتبت لمسز فاولر؟ to find work for Jerry، لكي تجد شغل الايه لجيري. number 4 بيقول لي why do you think that Skinner told the girl not to worry after she said that Black Beauty looked too weak to carry their bags؟ ليه بتعتقدي ان سكينر قال للبنت ما تقلقيش لما قالت ان بلاك بيوتي ضعيف ومش هيقدر يحمل الايه الشنط بتاعتهم؟ ليه؟ I think he said that because he cared about money and he didn't care about the horse's health، لان هو كان بيهتم بالفلوس. يبقى ممكن نقول because he wanted to get money، لانه كان عايز يحصل على فلوس. number 5 بيقول لي why do you think that Black Beauty was sold at the part of the market where the horses were old and ill looking؟ طبعا الكلام ده في الماركت المرة التانية. ليه اتباع في وسط الخيول اللي كانت ضعيفة واللي كانت مريضة؟ because he became very weak and he wasn't healthy. طبعا دي الإجابات. Mitch column A with column B بيقول لي stopped working because a vet said he broke his leg. طبعا توقف عن العمل لان الفيت قال ان رجله انكسرت. الكلام ده ملوش علاقة بالقصة، فما ناخدش اول جزء ونقول هي دي الاجابة. الاجابة دي ملهاش معانا، الاجابة دي مش معانا في الايه في الاسئلة. did not give Black Beauty enough to eat، مين اللي ما كانش بيدي Black Beauty طعام كافي؟ اكيد سكينر. بعد كده بيقول لي recognized Black Beauty from his white foot and white star، مين اللي اتعرف على Black Beauty من خلال الوايت فوت القدم البيضاء والوايت ستار on his forehead اللي كانت موجودة على الجبهة بتاعته، اللي اتعرف عليه جو جرين. became healthy again after Mr. Thorogood and his grandson looked after him، مين اللي أصبح بصحة جيدة بعد اهتمام Thorogood والحفيد بتاعه؟ طبعا Black Beauty. moved to a cottage with his family so that he could work for Mrs. Fowler، مين اللي انتقلوا لكوتج لبيت صغير وعاشوا هناك وميسيس فاولر وجدت له عمل؟ اكيد جيري باركر. answer the following questions، بيقولي why do you think that Jerry became ill، ليه تعتقدي ان جيري اصبح مريض؟ because he waited for the rich man for more than an hour in the cold weather. number 2 بيقولي why do you think that Black Beauty was worried when Jerry found work with Mrs. Fowler، ليه بتعتقدي ان بلاك بيوتي كان قلقان جدا بعد ما جيري وجد عمل مع ميسيس فاولر؟ ممكن نجاوب السؤال ده ونقول بلاك بيوتي was worried because he was becoming old، لانه كان بيكبر في السن، and he would be sold وهيتباع. he wasn't sure that he would find a happy home again، ما كانش متأكد انه هيلاقي ناس كويسة يعيش معهم مرة تانية. number 3 بيقولي who was Skinner and why was he a bad owner،
طبعا سكينر ده كان ايه؟ he was a taxi driver and he was Black Beauty's owner and he was a bad owner because he didn't care about Black Beauty, he didn't give him enough food or enough rest. ولا كان بيديله طعام كويس ولا كان بيديله راحة. he worked for 7 days a week. وكان بيشتغل 7 ايام في الاسبوع. Number 4 بيقولي what happened when Black Beauty tried to pull the carriage up a hill. ايه اللي حصل لبلاك بيوتي لما حاول يجر الكاريج اعلى التل؟ والكلام ده لما كان بيحاول يوصل العائلة اللي كانت جاية من الترين ستيشن، قلنا he fell to the ground and he couldn't breathe. Number 5 بيقولي why didn't Black Beauty recognize Joe Green at first. ليه بلاك بيوتي ما تعرفش على جو جرين في الاول؟ طبعا he couldn't recognize him because Joe Green became a tall strong man، لان هو خلاص بقى رجل ايه قوي وطويل. اللي فاكره طبعا بلاك بيوتي كان من اهم الاسئله اللي ممكن تجيلنا في الامتحان، what was the moral of black beauty or what is the moral of black beauty، يعني ايه هو الدرس المستفاد او المغزى من قصه بلاك بيوتي. طبعا ممكن نقول to look after horses because they aren't machines. Thanks for watching. See you next time.